ضمن ايضا النشاطات يمكن اللي احنا تابعناها في قناه تن، ويمكن حضرتك تذكري ان الوزاره عملت مشروع لحمايه الاطفال بلا ماوى، اللي هم يعني مجازا بيطلق عليهم اطفال الشوارع، واحنا يمكن كنا مع حضرتك اثناء اطلاق هذا المشروع من سنه تقريبا. من سنتين تقريبا ابتدينا المشروع، لكن ابتدينا نفتتح المؤسسات خلال العام الماضي، ومؤسسه رعايه الفتيات في العجوزه دي مؤسسه ضمن هذا المشروع المهم. الحقيقه محطوط فيه 164 مليون جنيه، وهو من اكبر مشروعات الرعايه، متمول جزئيا من صندوق تحيا مصر ووزاره التضامن معاه، وبيطور مؤسسات كثيره جدا. بنشتغل مع 20 مؤسسه، سته منهم بنطور بنيه تحتيه، والباقي بندرب فيه المشرفين وبنحسن الانشطه. هل هذا المشروع نجح في استقطاب عدد كبير من هذا المشروع اطفال الشوارع مجازا؟ كل المدن الكبرى والمدن اللي فيها فقر واللي فيها عماله اطفال بيكون فيها اطفال بلا ماوى. هذا المشروع نجح ان يكون لدى الوزاره ولدى الدوله اليه محترمه ومقدره ومطبقه على يعني الحقيقه احسن وافضل المعايير العالميه للتعامل مع هذه الظاهره. بنجمع الاولاد، بنقدم لهم رعايه صحيه، رعايه اجتماعيه، دمجنا اكثر من 568 واحد مع اسرهم، وده الهدف، ان ولد هربان من البيت او مطرود من البيت لظروف اجتماعيه نرجعه الاسره ونعمل تاهيل ليه ولاسرته. بنحطهم في مؤسسات تقدم لهم غذاء نظيف، سرير نظيف، وحمايه وعلاج نفسي، فبقى عندنا اداه قادره على التعامل مع هذه الظاهره. جميل جدا. من ضمن ايضا الملفات اللي عليها علامات استفهام كثيره مع الوزيره دور الحضانه. في 20,000 حضانه في مصر، منهم 14,000 بس اللي مسجلين في الوزاره. ابتدينا برنامج الحقيقه لدور الحضانه، اشتغلنا على المناهج، انه يكون في منهج موحد استرشادي هو ده اللي يطبق في كل الدور، حتى لا يسمح لفئات معينه او اتجاهات معينه ان هي تتخلى المجتمع من خلال دور الحضانه. هذا المنهج الحقيقه عملناه بدعم من صندوق العمل العربي في جامعه الدول العربيه، منحه لانشاء منهج جديد، وحطينا منهج كويس قوي، حطينا معايير لدور الحضانه والترخيص ليها، نزلنا قيمنا 6,000 من ال 14,000، ولسه التقييم الميداني شغال، بنحدد كل اوجه القصور والاحتياج للتدريب، وبنحط برامج تدريبيه للمدرسين، ومؤخرا الحقيقه انضم لفريق العمل في الوزاره خبيره في الفرانشايز، عايزين نعمل سلسله من دور الحضانه تكون تخدم الطبقه الوسطى وترفع وعي المجتمع باهميه هذه الدور، وتكون احد المشروعات الاستثماريه اللي تتيح دخل كمشروع صغير للشباب والشابات، وبنك مصر هيمولها. طيب ما دمنا يعني في هذا الاطار، احنا سمعنا انه الوزاره بصدد اعداد قانون ينظم مساله الاسر البديله. بالتاكيد، الحقيقه الاسر البديله هو آلية مهمة جدا للتعامل مع الأيتام والأطفال مجهولي النسب. كثير من الأسر المصرية اللي ما عندهاش أطفال مستعدة تكفل يتيم في منزلها، ولها ثواب كبير جدا وتقدير كبير جدا. أيضا كثير من الأسر المصرية اللي عندها ابن أو ابنة راغبة في أنها تكفل طفل محروم يتيم مجهول النسب في الأسرة، وده بيكون أحسن حل لهذه الأطفال. الإنسان ما اتخلقش عشان يعيش في مؤسسة فيها عدد كبير ويبقى مجرد رقم، وجوده في أسرة فيها أب وأم وإخوة بيكفل له الجو الأسري الآمن. فإحنا حطينا معايير شديدة التدقيق، أولا نزلنا سن الكفالة من 2 لـ3 شهور، تاني حاجة لغينا الكفالة إذا كان أحد الزوجين أجنبي، لازم يكون الزوجين مصريين. تالت حاجة لغينا الكفالة للأسر التي الغير المتعلمة، فإذا كنت حضرتك أو زوجتك أميين وما عندكش شهادات تعليمية مش هنأتمنك على رعاية طفل ما هوش من أبنائك. بيبقى في متابعة وبنحط آلية جديدة دلوقتي. كانت الأول الجمعيات اللي بتشتغل في الموضوع ده غير مسموح لها بالمتابعة، دلوقتي هتبقى الجمعيات مكلفة إنها تنزل وتتابع معانا.